وقد افلح من صلى على محمد والي محمد. والي محمد. اخواني، احد من الاخوان المتقاعدين طلب شنو اللي رايدينه من عندنا؟ اي حضرتك الاخ، اي ما اعرف اسمك، اسف. وحده من عدتين، ال 36 هي الام. 36 اللي تنص على زياده رواتب المتقاعدين حسب نسبه التضخم. لا لا لا، كل ما كان التضخم هوايه لازم يزيد نسبة رواتب المتقاعدين أقل من عدة، يعني أقل من نسبة التضخم. هاي وحدة هي الأم، كل المتقاعدين وكل من تشمل جميع المتقاعدين اللي عنده هوية تقاعدية بهذا السعر، يعني ماكو يقول أنا ما حصل، هاي كل متقاعد. هاي والنقطة الأخرى هي الـ 14، نقطة الـ 14 مساواة المتقاعدين القديم ويا الجديد. هذا ياخذ هالقد وهذا، اكو تفاوت بيناتهم. هاي لازم فيه. وقانون التقاعد هو اللي هو قانون واحد، قانون التقاعد هو اللي بيه. وكذلك نقطة رقم 13، المادة 13 اللي الناس عندها هويات طلعت تقاعدية بس اخذت راتب شهري 3 شهور وما شو اسمه ما اخذت راتب وظلوا لحد الان. وال 26 وال 28 هاي الاسم اللي طلبت من عندي. وانا جزيل الشكر مع امتناني لكم ولحضوركم الطيب. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الجميع. انا سعيد جدا اليوم بلقاء جميع الكروبات. أنا سعيد اليوم بجميع الكروبات، كلمتهم واحدة وكلهم ينادون من أجل حقوق المتقاعدين. لا كذا وكذا، الجمعية المتقاعدين أصبحنا يد واحدة وكلام واحد، وكلنا نسعى إلى كلمة حقوقنا المتقاعدين المغيبة لدى هيئة المتقاعد، هي السبب بإهمال حقوقنا المغيبة في هيئة التقاعد اللاوطنية. نعم إن شاء الله راح نحضر مظاهرة يوم 7/5 قرب جامع بني بنية، وننطلق يد واحدة وكلام واحد وصوت واحد، لأن صوتنا الهادر هو الإطلاقة الوحيدة للفاسدين. يدنا واحدة إن شاء الله، قوتنا واحدة وقومتنا واحدة. نطالب بحقوقنا وخاصة المادة 6، المادة 14 والغاء التسكين، لأن حتى تشمل القديم والحديث، المتقاعدين كل المتقاعدين سواء كان قديم أو حديث، الوليس المستفيد، العسكري، المدني، الشرطي، الجريح، كذا كلنا لا متقاعدون. وعلينا والحمد لله والشكر على جمع الحضور الكروبات واتفاقهم وصرحهم. يا ريت كانت من قبل هاي القومه، لان الحكومه اسعفتنا وجاهلتنا، ان كل واحد يقول انا اسوي كذا انا اسوي كذا، ننظرنا احنا منظر الحكومه على صغير. هسه اصبحنا ان شاء الله قوه واحده ويد واحده وصوت واحد هادر ضد الفاسدين، وان شاء الله حقوقكم تتحقق بقوتكم وبوحدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حجينا الله بالخير عليك حبيبي. حجينا نعم. بدي اسالك سؤال. ان شاء الله. ها بعد هذا العمر نعم، انت شو تحس بهذا الواقع الحالي؟ الوضع ايه مال المتقاعدين؟ مال المتقاعدين. المتقاعدين وضعهم المادي يقصد؟ نعم، كل المادي والمشاكل اللي شافوها. نعم. وعدم قبول تظاهراتنا او ما وقفوا ويانا. نعم. احنا الحمد لله المتقاعد هسه جاي يعاني، واصبح اضعف واحد بالمجتمع، لان هم السبب الحكومه هي اللي هملتنا وهي اللي دمرتنا وهي اللي جعلتنا اقسى في خطورة في العراق. احنا ان شاء الله نكون يد واحدة. المتقاعد هسه جاي يعاني الاكثرية من الامراض المزمنة، ويحتاجون مبالغ ان شاء الله تحقق كل مطالبهم. نيابة عن كافة المتقاعدين، الف شكر لشيخ المتقاعدين.
وهو اللي يجي من محافظة بعيدة ونستقبلها بقلوبنا مو عيوننا. الحمد لله. شكرا للجميع. رسالة تصريح حجي رشيد. أبو أمير أبو أمير. رحب أبو إخواننا. حتى يعرفون نفسهم. يلا. إله هي العالم كلها واحد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لا ماكو فرق. لا 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 بس احنا نخاف من المداخلات يعني. لا لا ماكو احنا شفنا فيها شفنا فيها ما في شيء احنا اللي عندنا الحكي ما عندنا شيء. لا احنا كذلك احنا ما قلت لك لا عندنا سمعة العالم ما عندنا لا واحد ولا يعني مداخلات احنا لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه واله. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اخواننا الكرام نرحب بكم وبالوفد اللي اجى من الجمعيه وعلى راسنا ان شاء الله. بمبادره طيبه من الاخ ابو سامر الشكري والاخ ابو حيدر مهدي العيسى رئيس الجمعيه الوطنيه بادرنا بلم الشمل ل أهدافنا وطموحاتنا وطلباتنا الموحدة إن شاء الله. اتفقنا على ترك كل الخلافات السابقة والتوجه الآن توجه عام أنه كل إحنا أخوة والراح راح والمضى مضى. تحيات الأخوة أهل الحلة أبو سامر الشكري وأبو حيدر العفاري وأبو محمد الفتلاوي إلى الجميع. وإحنا إن شاء الله إيد وحدة من هاليوم. بالمناسبة الآن عندنا بيان مشترك إن شاء الله بعد ما نكمل راح ندعو إلى التظاهر حضراتكم تقرونه حتى نشد العزم لكافة المحافظات لحضور المظاهرة اللي تصادف يوم الأحد إن شاء الله أمام مجلس الوزراء. حقوقنا مغيبة بس إن شاء الله بالضغط وبالتظاهر وبكثرة المطالبة إن شاء الله إن ننال كل الحقوق. ترحيبنا بالأخوة الكرام ممثلي الجمعية، ترحيبنا بكل الحضور وجزاهم الله ألف خير لوحدة المتقاعدين ونبذ كل الخلافات لأن وحدتنا هي قوتنا. وإن شاء الله الدولة من نشوف عدد كبير ونساء ورجال راح تحسب لنا ألف حساب إن شاء الله. اللي نترجى منكم الأخوة الكرام عند حضور المظاهرة توصون جماعتكم أي خلاف أي كلام نترجاكم انه تقطعون هذا الكلام والخلاف وايد وحده واخوه وحده. عدم التجاوز على القوات الامنيه، الحفاظ على السلميه، حمل الرايات العراقيه وان شاء الله موفقين وتحقيق الاهداف باذن الله. بارك الله فيك. ابو اوس تتكلم؟